مرحبا محبي القطط، في هذا الفيديو سنتحدث عن الأشياء التي تخيف القطط وكيفية مساعدتها على التغلب على مخاوفها. أولا، الأصوات العالية هي واحدة من أكثر الأشياء التي تخيف القطط، سواء كانت عواصف رعدية، مكنسة كهربائية، أو حتى باب يغلق بقوة. هذه الأصوات قد تكون مرعبة بالنسبة للقطط. لتخفيف الخوف، حاولوا توفير مكان هادئ وآمن لقطتكم أثناء الأصوات العالية. ثانياً، بعض القطط تخاف من الأشخاص الغرباء، قد تختبئ أو تتصرف بعدوانية عند وجود أشخاص لا تعرفهم. لمنع ذلك، يمكنكم تقديم الضيوف لقطتكم ببطء وإعطائها الوقت للتأقلم مع وجودهم. ثالثاً، القطط تحب الروتين والتغيرات المفاجئة في بيئتها قد تسبب لها توتراً وخوفاً. الانتقال إلى منزل جديد أو إعادة ترتيب الأثاث قد يكون مرعباً لها. لتخفيف التوتر، حاولوا تقديم التغييرات تدريجياً وإعطاء قطتكم الوقت لاستكشاف البيئة الجديدة بروية. رابعاً، القطط تعتمد بشكل كبير على حاسة الشم، والروائح غير المألوفة قد تكون مخيفة لها. قد تكون الروائح من منتجات التنظيف الجديدة أو حيوانات أليفة أخرى. قدموا الروائح الجديدة لقطتكم ببطء واسمحوا لها بالتعرف عليها تدريجياً. خامساً، القطط قد تخاف من الحيوانات الأخرى، سواء كانت قططاً أخرى أو كلاباً. تفاعلها مع حيوانات جديدة قد يسبب لها توتراً وخوفاً. للتخفيف من هذا الخوف، قوموا بتقديم الحيوانات الجديدة ببطء وتحت مراقبة لتجنب أي صراعات. سادساً، المواقف غير المألوفة مثل زيارات الطبيب البيطري أو السفر قد تسبب خوفاً كبيراً للقطط. لتقليل التوتر، يمكنكم استخدام منتجات مهدئة مثل الفيرومونات وتقنيات التهدئة الطبيعية. سابعاً، الأطفال الصغار أو الأشخاص الذين يحاولون إمساك القطط بشكل مفاجئ قد يسببون خوفاً للقطط. علموا الأطفال كيفية التعامل مع القطط بلطف واحترام، ودعوا القطط تقترب من الأشخاص وفقاً لراحتها. ثامناً، القطط قد تخاف من المياه، سواء كانت حماماً أو ماءً مسكوباً. المياه قد تكون غير مريحة ومخيفة لها. لتقليل الخوف، حاولوا تجنب تعريض قطتكم للماء بشكل مفاجئ واجعلوا تجاربها مع الماء إيجابية. تاسعاً، رغم أن القطط ترى جيداً في الظلام، إلا أن التواجد في مكان مظلم تماماً قد يسبب لها توتراً. لتجنب هذا، حاولوا توفير إضاءة ليلية خافتة في الأماكن التي تتواجد فيها قطتكم. وأخيراً، القطط قد تخاف من الأماكن الضيقة أو المغلقة. على الرغم من حبها للاختباء، إلا أن الشعور بالاختناق يسبب لها الخوف. تأكدوا من توفير مخابئ آمنة ومريحة للقطط دون أن تكون ضيقة جداً. وهكذا، نكون قد استعرضنا بعض الأشياء التي تخيف القطط. بفهم هذه المخاوف، يمكننا تقديم بيئة أكثر أماناً وراحة لقططنا. إذا أعجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإعجاب، ولا تترددوا في مشاركة أي تعليقات أو أسئلة قد تكون لديكم. شكراً للمشاهدة، ونراكم في الفيديو القادم.